اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء المتعلق باخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب المصري الرياضي، كواليس جلسه الخطيب مع الشناوي بعد التضحيه بالعرض التاريخي. الكلام اللي بيتقال على موضوع ان في عروض رسميه لمحمد الشناوي وكذا صوره تم التقاطها للشناوي مع الكابتن محمود الخطيب على هامش منافسات كاس العالم للانديه، فبيتم ترجمتها دلوقتي. اولا، حتى هذه اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها وأثناء منافسات كأس العالم مفيش عرض رسمي تلقاه محمد الشناوي. وارد جدا تكون في كلام ما بين وسطاء أو وكلاء أو شركات تسويق، ولكن في العروض الرسمية مفيش حاجة رسمية. حتى الأندية السعودية اللي تم ربط اسمها بمحمد الشناوي أحدهم نفى وقال مفيش أي حاجة رسمية. ولكن المصري النهاردة بتتكلم، المصري الرياضي بيتكلم على حاجة تانية، بيتكلم على فكرة إن الشناوي في فترة من الفترات ضحى بعدد من العروض المالية، وبالتالي هل هيكون في تعديل في عقد محمد الشناوي الفترة اللي جاية ولا لا؟ والخبر تناول فكرة إن كمان ممكن نتكلم على إن الأهلي يتحمل نسبة من الضرائب. كلام فيه تفاصيل كتيرة، بس اللي أنا أعرفه إن الأهلي لا بيعلن ده ولا حد بيعرف ده ولا الشناوي اتكلم في ده، ولكن الناس بتحاول تجتهد في تفاصيل أعتقد يعني نسبة 90 أو 99% مش صحيحة، لأن فيها كلام كتير جدا ممكن يكون مختلف تماما عن اللي بيتكتب أو اللي مكتوب النهاردة في المصري الرياضي. حملة إعلانية، طردية مالية، تحمل نسبة ضرائب، زيادة العرض المالي بعد التضحيات اللي حصلت فيه العروض السابقة. كلمة أختم بيها الجزئية دي، الشناوي مرتاح في النادي الأهلي، الشناوي هو كابتن فريق النادي الأهلي، والعلاقة ما بين الشناوي مع إدارة النادي مع الجهاز الفني فيها تفاصيل أهم بكتير من الكلام اللي مكتوب النهاردة في المصري الرياضي. والشناوي مكمل حتى نهاية الموسم، أنا ما ينفعش أتكلم طبعا لغاية نهاية عقده، ما حدش يعرف بكرة في إيه أو السنة الجاية فيها إيه، ولكن الشناوي مكمل حتى نهاية الموسم. طيب، حساب الشبكة الفرنسية إسبرسوت فوتبول النهاردة اتكلمت على محمد عبد المنعم، والشبكة الفرنسية العالمية قالت النهاردة على مدافع الأهلي ومنتخب مصر، إذا كان هناك لاعب واحد أنصحك بمشاهدته خلال كأس الأمم الإفريقية 2024 فهو قلب الدفاع محمد عبد المنعم مواليد 99. الشبكة كتبت في تويتر أن يمكن القول أن الدولي المصري من الأهلي هو أفضل مدافع في إفريقيا، أنا حقا أحب ملفه الشخصي وأتمنى أن أراه يتألق. نتمنى توفيق رب لمحمد عبد المنعم في مشوار كأس الأمم الإفريقية. طيب، نروح لحساب بطولات، والنهاردة عيد ميلاد ملك الحلول أسرع ديليفري في مصر علي معلول. بمناسبة عيد ميلاده الـ 34 علي معلول ساهم مع الأهلي في 128 هدف منذ انضمامه في عام 2016، سجل 53 وصنع 75. طب سجل بطولات معلول مع الأهلي، 5 دوري، 5 سوبر مصري، 3 كاس مصر، يعني بنتكلم في 13 بطولة محلية، 3 دوري أبطال إفريقيا، 2 سوبر إفريقي، و3 برونزيات كاس عالم أندية. علي معلول لما كان بيلعب في الصفاقس التونسي واجه الأهلي في كأس السوبر الإفريقي عام 2015 اللي الأهلي فاز فيه على الصفاقسي 3-2. المباراة دي كان بيلعب فيها علي معلول وفخر الدين بن يوسف، وكان جيل متميز جدا من الصفاقسي التونسي. علي معلول لعب مع الصفاقسي في منافسات إفريقية، وكان موجود مع الصفاقسي في 2006 كواحد من الأطفال البراعم اللي موجودين عشان حاملي الكرات في استاد رادس، وساعتها كان بينتمي لمدينة صفاقس وخسر البطولة الإفريقية لما الأهلي كسب بهدف أبو تريكة. مرت الأيام وانضم معلول الأهلي في 2016، وكان أول بطولة إفريقية في تاريخ علي معلول مباراة القرن أمام الزمالك القاضية ممكن في عام 2020، ودي كانت أول انطلاقة لعلي معلول مع الأهلي على المستوى الإفريقي، ومن وقتها واخد مع الأهلي 3 دوري أبطال، واخد مع الأهلي 2 سوبر إفريقي، وكمان 3 برونزيات كأس العالم للأندية، واحدة في قطر، واحدة في الإمارات، والتالتة كانت في المملكة العربية السعودية. طيب، حساب المصري الرياضي وتصريحات لكهربا، قال البطولات التي تحصلنا عليها جميعها لم تكن بسبب لاعب واحد فقط، ولكن بسبب جميع اللاعبين، والجميع يشارك في البطولة. طيب، نكمل مع بعض ونشوف كمان كولر اليوم السابع بيقول إن جهاز الأهلي حدد برنامج التحضير لمواجهة شباب بلوزداد بعد انتهاء الإجازة. الفكرة إن الأهلي هيرجع يتمرن يوم 11، هيبقى فيه عدد من المباريات الودية استعدادا لأول مباراة رسمية أمام بلوزداد يوم 16 فبراير. طيب، نروح للوطن الرياضي بيتكلموا على إن مهاجم الأهلي أول الراحلين عن القلعة الحمراء في انتقالات يناير، والكلام هنا على صلاح محسن،
كل الكلام اللي بيتقال على ان في عروض قطريه لاحمد عبد القادر او صلاح محسن غير صحيحه بالمره. الكلام اللي تم ارتباط اسم احمد عبد القادر بالوقر القطري غير صحيح بالمره. انا باكد لكم الكلام ده بشكل رسمي، مفيش عروض رسميه لا لصلاح محسن ولا عبد القادر من الدوري القطري. في كلام من بعيد من بعض الوسطاء ان اليو ديانج ينتقل لقطر القطري، ولكن على المستوى الرسمي لسه مفيش اي اتجاه او اي ايميل رسمي في هذا الشأن. ولكن وارد جدا نشوف صلاح محسن او احمد عبد القادر، ممكن لو في رغبه من الاهلي ان هم يستفيدوا من فتره الاعاره في الست شهور اللي جايه ينتقلوا في احد انديه الدوري المصري في الفتره اللي جايه. طيب، حساب بطولات نقل تصريحات لهيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، واللي قال فيها: بالفعل توجد مفاوضات حاليا بين محمود الخطيب وعدل القيعي من جانب الاهلي مع وليد دعبس وانا من جانب فيوتشر بخصوص صفقة عمر كمال عبد الواحد، وخلال أيام قد نعلن عن شيء جديد بعد انتهاء المفاوضات. وارد جدا أن يكون الشيء اللي مأخر الإعلان الرسمي ارتباط إعارة عدد من اللاعبين سواء من الفريق الأول أو من قطاع الناشئين، ولكن اللي بأكد عليه أن الأهلي لو شايف في توقيت مناسب يحدد فيه ويعلن فيه صفقة رسمية، الأهلي ممكن يعمل ده في الساعات اللي جاية قبل سفر منتخبنا لكأس الأمم الإفريقية. نروح لحساب ملعب القاهره 24 والجزئيه اللي كنت بكلمكم عليها من شويه. تقارير بتقول ان احمد عبد القادر يقترب من التوقيع للوقره ومرافقه حمدي فتحي، وانا بقول لحضراتكم هذا الخبر غير صحيح. احمد عبد القادر ما عندوش اي عروض رسميه من الوقره القطري، انا بقول لكم معلومه رسميه، احمد عبد القادر ما فيش عرض رسمي من نادي الوقره القطري، ما فيش عرض رسمي. هل ممكن عبد القادر ينتقل لأحد أندية الدوري المصري؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جاية. هل ممكن بيفكر في عروض أخرى لدوريات أخرى؟ لسه هنشوف ده في الفترة اللي جاية. ولكن الأهلي أصلا لم يعلن مين اللي ممكن يطلع إعارة، ولكن الناس بتحاول تجتهد في الساعات اللي جاية. طب الوطن الرياضي بيتكلم على حصاد بطولات الأهلي في 2023، دوري، كاس، 2 سوبر على حساب بيراميدز وفيوتشر، ودوري أبطال إفريقيا. المجموع 5 تتويجات أو 5 بطولات، 5 بطولات ولكن بست تتويجات، لان في النص هنا تحت شعار الاهلي ممكن نحط كمان برونزيه كاس العالم في المملكه العربيه السعوديه. طيب نروح بقى للترند المحلي، ومنتخبنا ان شاء الله على اعتاب بدايه المعسكر خلاص، يعني خلال 24 ساعه في الفتره اللي جايه. البدايه بملعب القاهره 24 بيقولوا في مقدمتهم مصطفى محمد وتريزيجيه وصول المحترفين قبل انطلاق معسكر المنتخب. بصوا يا جماعه كده عشان نبقى ايه على ميه بيضاء من اولها: تريزيجيه، النني، مصطفى محمد، كوكا، حجازي، مرموش. مصطفى محمد هينضموا يوم 2 يناير بكره، هيكونوا في معسكر المنتخب. بعد بكره محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخبنا الوطني يوم الاربعاء 3 يناير. اول مران جماعي قبل وديه تنزانيا للفريق بالكل هيكون 4 يناير، لان في مباراه وديه مع تنزانيا يوم 7 يناير على استاد القاهره الدولي يوم الاحد اللي جاي، ماتش مصر وتنزانيا الودي على استاد القاهرة. طب منتخبنا يسافر امتى؟ يوم الثلاث اللي جاي، زي بكرة، زي بكرة منتخبنا هيسافر إلى الكوتديفوار على متن رحلة خاصة إلى أبيجان استعدادا لكأس الأمم. طيب اللعيبة المحلية، لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، عمر كمال عبد الواحد هينضم من بكرة لتدريب منتخبنا الوطني والمعسكر المقام في العاصمة الإدارية. طيب نروح لحساب الوطن الرياضي ايضا وبيقولوا اليوم اتحاد الكره يفتح باب الانتقالات الشتويه. النهارده 1 يناير على التي ام اس، دي المواعيد اللي حددها الاتحاد المصري، الانتقالات الشتويه من 1 يناير حتى نهايه الشهر الجاري. كل فرق الدوري ليها الحق ان هي تبرم صفقات في يناير طالما القايمه فيها مساحه للتدعيمات، ولكن في ناديين ممنوعين من ابرام صفقات والسيستم التيم اس بالنسبه لهم معمول له بلوك. ليه؟ لان عندهم قرار بالمنع من الاتحاد الدولي او من المحكمه الرياضيه. مين هم الناديين؟ الزمالك والاسماعيلي ممنوعين من ابرام اي صفقات في انتقالات يناير الجاريه. نروح لحساب يلا كوره وتصريح من احمد دياب رئيس رابطه الانديه، واللي قال فيها: كنا نرغب في اقامه بطوله الدوري بالنظام البلجيكي اللي هو دوري من دور واحد ثم تصفية لتحديد البطل وتحديد الهابط لاختصار شهر ونص من عمر المسابقة، لكن الأندية رفضت هذا الاقتراح. أنا كنت أتمنى بالفعل أن الدوري يتلعب بنفس نظام الدوري البلجيكي،
لان ده كان هيختصر ما يقرب من شهر ونص شهرين في الفترة اللي جاية. ولكن في النهاية دي القرار او ده القرار اللي تم اتخاذه، وبالتالي الدوري مش عارف هيخلص امتى. في كلام انه يخلص في 7، ولكن انا باكد لكم صعب جدا يستمر او ينتهي في 7. يعني ده لو خلص في 8 هيبقى كويس جدا، لان الدور الاول هينتهي في منتصف ابريل. الدور الاول هينتهي في منتصف ابريل. اخر حاجه في بطولات، كلام لميكالي مدرب منتخبنا الاولمبي ان هو بيكلم مساعد مدرب الحراس السيد السويركي لتحضير تقرير مفصل عن الحراس البارزين في مسابقات الشباب ودوري المحترفين اللي هو القسم الثاني، لان كل حراس المنتخب الاولمبي مش بيشاركوا في الدوري الممتاز.